كيف تصنع صورة متحركة بصيغة GIF وتستطيع إرسالها إلى مواقع التواصل الاجتماعي واتساب وغيرها من خلال تطبيق بسيط جدا تستطيع من خلاله نشر إبداعاتك. والآن أترككم مع الشرح لهذا التطبيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نعلمكم كيف تصممون صور متحركة بصيغة GIF. طبعا في برامج عدة تقدر تسوي منها يعني مثل هذه المشاريع، ولكن يعني هذا المشروع هذا البرنامج يعني ممكن البعض ما يعرفه، فأنا حاب إني أشرحه لكم إن شاء الله. طبعا هذا واجهة البرنامج من هنا. طبعا مشكلة البرنامج هذه الوحيدة أنه يمشي يعني ما يمشي إلا بإعلانات، يعني دائما إعلانات كذا فجأة تحصل لك إعلان وكذا، يعني أمر مزعج من هذه النقطة. بس طبعا ننشئ مشروع جديد عندنا من هنا مثلا الفريمات، نقدر نختار يعني عدد الفريمات الموجودة، أعلى شيء أعتقد أنها 24، لكن أنا بخليه نفس ما هو عليه. وأيضا من هنا الجل يعني اللي هو هل تبيه في HD أو يعني 1:1. المهم طبعا إنشاء مشروع نقدر نغير الخلفية الموجودة هنا، أننا هنا من هنا بنرجع إنشاء المشروع نختار الخلفية، أي خلفية نبغاها من هنا، ونختار يعني سواء نبغى خلفية بيضاء أو خلفيات موجودة هنا، أو نختار يعني صورة موجودة. أعتقد أننا نقدر نختار صورة موجودة. طبعا أنا أبغى يعني خلفية بيضاء، نقول إنشاء المشروع. طبعا أنا يعني أول شيء نحدد هدفنا، إيش هدفنا من هذي. أنا راح أقول أني أنا راح أدخل يعني أسوي صورة يعني أدخل مربعات تدخل في بعض. فهنا كما تلاحظون هذه واجهة البرنامج أو واجهة المشروع. عندنا هنا من هنا نقدر نختار اللي هو هذه، نقدر نختار بالشكل هذا. هنا من هنا عندنا التراجع، من هنا هذه ما أدري وش، لكن من هنا اللون نقدر نختار اللون اللي نبغاه. أصبر دقيقة نحطه يختار. تمام، عندنا هنا الممحاة اللي المساحة، لو أنا بسوي كذا بمسحها بالشكل هذا. طبعا شيء معروف يعني. هنا عندنا مربع، نقدر نرسم مربع أو دائرة أو خط مستقيم. هنا نقدر نضيف يعني يعني مثلا خلنا نقول هذه المسدس هذا أبغى يكون في طلقات، الطلقة تمشي مثلا، فاخترت هذا المسدس. نختار المشروع الثاني، نضيف المسدس مرة أخرى. طبعا لازم نضيفه بشكل مضبوط يعني، ولكن يعني كشرحا يعني بستعجل عشان ما أطول عليكم. طبعا هنا الطلقة مثلا، نقول هنا نرسم المسدس مرة أخرى، أن نحط من هنا اللي هو الصورة الثالثة، بعدين نحط من هنا اللي هو الطلقة. هني أضبطها بس خليها صغيرة، خليها أصغر من كذا دقيقة معليش. أيوه كذا تمام. بعدين نضيف صورة ثالثة، نضيف المسدس، المسدس هنا مثلا خلنا نضيفه بالشكل هذا، ونحط الطلقة. آخر شيء نعدلها. طبعا خلنا نشوف الحين لما نسوي عرض، تشوفون تلاحظون ان الطلقة يعني طلعت وصارت يعني شوفون يعني. المهم ان سوينا يعني صورة متحركة بصيغة GIF. نقدر نشاركها بأي منصة، يعني مثلا خلينا نشاركها مثلا
ايش خلنا نشاركها في مثلا التليجرام، فين التليجرام؟ التليجرام مش موجود، يلا نحطها بواتساب، نحطها هنا مثلا. لما نلاحظ هنا اضفنا الان صورة متحركة، شغل النت معليش. الان نلاحظ ان صار يعني شاركناها في جهة الاتصال الموجودة عندنا. طبعا راح نسوي لنا مشروع اخر، يعني طبعا يحفظ دايركت، واقصى عدد للصور الموجودة اعتقد انها 10. نضيف من هنا، لما نضيف اقصى عدد هو 10. لك توصيل مجاني على طلبك الاول وبدون كود، اطلب الحين. من بعد 10 اذا حابين نضيف اكثر من 10 صور لابد ان نشوف يعني الاعلان هنا. ممتاز، تمام. الان سويت لي 20 صورة، الان 23 24 25، ف يعني تمام الوضع، تمام. فاقدر اني اسوي اكثر من صورة موجودة فقط، بس كل ما عليك انك تشاهد الاعلانات. طبعا خلنا نشوف، نسوي لنا مشروع جديد هنا، نختار الخلفية، خلنا نقول مثلا هذه الخلفية. شوفوا جاكم اعلان، يعني هذا مشكلته بس بالاعلانات، يعني اكثر مشكلة تواجهنا عندنا بالاعلانات. نختار الصورة هذه، تمام. بعدين نختار اوكي، عفوا من هنا قص، تمام. انشاء، شوفوا الان انا ابغى مثلا يكون مربعات داخل مربعات، مثل ما قلت لكم انا في البداية مربع، تمام. الصورة الأخرى ده يعني تصغر المربعة بالشكل هذا، الصورة الأخرى تصغر شوي، الصورة الأخرى تصغر شوي، الصورة الأخرى تصغر شوي. المهم بعدها تكبر، بعدها تكبر 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 وتكبر، تمام. خلنا نشوف الآن، نلاحظ أن صارت الآن صورة متحركة، ونقدر نسوي العديد من يعني من يعني النماذج. يعني يعني لما نلاحظ هنا مثلا، أو هنا لازم نت لكن ما راح احط نت، وطريقة ان ننشرها من هنا، ثم نختار الجهة اللي نبغى نرسلها لها له. طبعا عندنا الخلفية، ممكن نشيل الخلفية وممكن نحط الخلفية، يعني تصير بلا خلفية، يعني بعض الصور المتحركة تصير بلا خلفية. ايضا من هنا لو نضغط هنا نقدر نتعلم الرسومات الموجودة هنا، يعني طبعا عندك مستويات صعوبة عالية أو، فنقدر نتعلم ويعلمونا شنو كل أنواع الأكل اللي تحبه. طبعا المشكلة الرئيسية هي الإعلانات، طبعا اطلب الحين، نطلع من الإعلان، نطلع منه دقيقة نرجع. وين وداني الحين؟ طيب خلني المهم فنلاحظ ان هنا مجموعة من الصور مكونت الصورة هذه. فنشوف لو نحط الان بدل هنا الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، فنقدر نطبق على نفس الموجود هنا
نرسم. المهم يعني في تعليم وفي انك انت تنشئ بشكل حر. رابط التحميل في صندوق الوصف. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.